تغطي على المشهد ليس هذا. هناك شعارات سنية، هناك رايات سنية، لكن المتحدثين مع الأسف إلى الآن يعني الحديث الذي بدأ يغطي ويتصاعد هو حديث الوطنية الخائبة، حديث الذل. يعني أضرب لك مثالا، الجمعة الماضية قبل 4 أيام خرج خطيب تكريت خطبة الجمعة اللي في المعتصمين في تكريت، وكان رجلا أعمى، معمما أعمى، كان خطابه ذليلا بائسا، يدل على قلب رعديد، يدل على لسان طويل وقلب مرتعب مرتجف متملق. يعني أنا أعرف أنك أعمى، أعمى الله بصرك، أعمى الله بصيرتك أيضا. يعني إحنا محتاجين تخطبنا على مقتل الحسين، حولت القضية إلى مقتل الحسين. يعني خطبت عن مقتل الحسين وما خطبت عن مقتل عثمان وما خطبت عن مقتل عمر وما خطبت عن مقتل عائشة ومقتل حفصة، ما خطبت عن الحرائر الذين اللواتي اغتصبنا على يد من يرفع شعار الحسين. يعني احنا محتاجون، اهل السنة محتاجون اليوم انت تتكلم عن مقتل الحسين؟ ما هذا التملق؟ ما هذا النفاق؟ ايها الشيخ المعمم، انزع اعمامتك واخجل من زوجتك واجلس في المطبخ، ان مكانك المطبخ، ان مكانك المطبخ، ان مكانك المطبخ. تحكي لي قال زينب وحكى العباس وقال الرضيع، ما ادري شو تحكي لنا المقتل هذا الهذر والمذر. عيب عليكم، استحوا استحوا. لو طالع لي واحد على منصه الرمادي يحكي لي ايضا بالمقتل وهذه كثوره الحسين وثوره الحسين، عيب عليكم استحوا. ثوره الحسين ثوره الشيعه الان اصبحت، الحسين صار رمز شيعي، لما تقول ثوره الحسين والمظلوميه، اي مظلوميه؟ اي مظلومية؟ ايش تتكلمون؟ هذه رموز اصبحت. اذا اردتم ان تقولوا الحسين رمز لنا، لا تحجون المقتل والمظلومية، عيب عليكم. الحسين حسيننا والحسين رمزنا، لكن ليس الحسين المظلوم. تبعوا اخواني، افهموا افهموا، لان ادري كثير من هؤلاء الخائبين راح يقولون يتكلم على الحسين. أنا أتكلم على الحسين المظلوم، لا أعترف بالحسين المظلوم، وليس قائدا لي، وليس رمزا لي، أنا أكفر بالحسين المظلوم. حسين مظلوم، المظلوم يقودك. أكفروا بالحسين المظلوم، واتبعوا الحسين العربي، الحسين المسلم، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم وابن فاطمة وابن علي رضي الله عنهما. الحسين، هذا هو حسيننا، أما الحسين المظلوم الخائف المتردد، عيب عليكم، استحوا. امشوا من هذه المنصات، امشوا، هي مو استعراض عضلات.